بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية. راك قد معكم ملحبتي بألف خير وصحة وعافية رب. حبيباتي الغاليات شكرا لكم كاملين. غادي هاد التحديات البسيطين الصغار كيعلمونا، هو التحدي راه ماشي في حد ذاته شنو هو اللي غادي نوصلوا له، المبلغ اللي غادي نوصلوا له، الهدف هو غادي نوصل المبلغ. صحيح هذاك هدف وهذاك مطلوب وهذا، ولكن التحدي في حد ذاته هو تشجيع للتحدي، تشجيع للادخار. نتعلموا الداخل ونتعلموا، نتحدوا انفسنا. اذا تحديتي نفسك فتنوضي بكري وتحديتي نفسك، ولكن ماشي يوميا نوض بكري، راه كاين الايام اللي كان يبغي الجسم يرتاح فيها، وخاصنا فوسط السيمانه، راني دابا دخلتكم هذا فعلا فوسط السيمانه واحد النهار نرتاحوا فيه. تحديتي نفسك دارك دائما نقيه، تحديتي نفسك ما تنعسي حتى تنقي المطبخ ديالك، تحديتي نفسك ما تنعسي حتى تخرج، ما تحديتي نفسك ما تنسي حتى تخرج القمامه ديالك، تحديتي نفسك دائما دارك معطره، تحديتي نفسك ما تمشيش بالحفاه، تحديتي نفسك ما تجرش رجليك، تحدي يعني تحدي نفسك وتعلمي داك التحدي، راه غادي تكوني دائما انت ملتزمه بالاهداف ديالك، وكت يعني انسانه وفيه مع نفسها. راه الوفاء والاخلاص في الكلام وفي الاشياء وفي الامور ديالنا مع الله مع الناس ومع انفسنا، فهمتوا؟ الا كنت انا دائما فاش نفيق كنهوي السرير ديالي وكان ما نخرج من بيت نازل تنقادو، هذاك في حد ذاته راه التزام وروتين ووفاء بيني وبين نفسي، وكترتاحي انت. تصوري انت مولفه تصاوبي السرير ديالك يوميا، كتخرجي حتى تنقي بيت نعاسك، وواحد النهار ما تصاوبي كتحسي براسك كاينه شي حاجه، فهمتوا؟ بحال هكا. ولكن راه كاين الاثار اللي عندهم هاد التحديات، غير تليفونات دو ساعتين ثلاثه، الواتساب، الجروبات، شي حاجه تافهه. يعني ملي كتخرجي ديري انت شنو استفدتي، بغيتي تعرفي واش انت ماشيه صح ولا لا، شدي واحد الدفتر قديم عند وليداتك دابا، او شي مذكره او شي ورقه او غير شي كرتونه، وكتبي فيها انا جلست من الساعه كذا على الساعه سير دخلي شوفي الساعه شحال دوزتي على الفيسبوك، شحال دوزتي في الواتساب، شحال دوزتي في المكالمات، ياه شنو استفدت؟ استغفار، ما درتش نميمه، درت شي عمل غادي يعطيني الله عليه اجر عليه، درت شي حاجه، يعني شنو استفدتي؟ فهمتوا؟ ماشي اي حاجه انا كنبغيها انا كنرتاح فيها نديرها، ولكن بدون فائده. راه كاين بزاف الحوايج كنرتاحوا فيهم ولكن بدون فائده. راه نقدروا نتفرجوا في مسلسل كامل النهار، حلقه حلقه، نزيد ندخلوا في شي موقع هكا ونبقاو حلقه تبع حلقه، ولكن في النهايه شنو استفدت؟ فهمتوا؟ غادي نفتح لنا قوسين دائما خديجه، ام القوسين وام القطيطات. قوسين واحد السيده قالت لي شوفي انا كنحبك وهذا، ولكن ما تنصحيش الناس بمشاهده المسلسلات والافلام لانك غادي تدي عليها سيئات وهذا، وغادي يحاسبك الله عليها وهذا. بمعنى هذا الكلام، هي ما كتبتهاش بحال هكا، ولكن معنى هذا الكلام لان هي كتبتها بالعربيه الفصحى زوينه ومقاده داك الشيء، بارك الله فيها. ولكن كنشكرك بزاف بزاف على داك هذيك النصيحه، ولكن كنبغي نقول لك على انه ماشي كلشي المسلسلات، وما كاينه حتى شي حاجه كتحرم علينا باش زعما حرام نتفرجوا في المسلسلات او الافلام الا اذا كان فيهم شي حاجه خادشه للحياه او شي حاجه كتعلمنا السيئات، فهمتوا؟ الا كان شي مسلسل غادي نستافد منه شي حاجه زوينه، كاين مسلسلات دينيه، كاين مسلسلات قصص، كاين مسلسلات تاريخيه، كاين مسلسلات دراما كتعلمك شنو هي الحياه، فيها شي امور، كاين مسلسلات قصص واقعيه من الحياه، كاين مسلسلات ديال دوك سميتهم شي واحد دار شي جريمه وكتستافدي، مثلا تبقى حتى تسدي الباب ديالك ملي تشوفي فين دخل ولا فين هذا، كتقول لا ما نعس نسدي الباب ديالي. كاين مسلسل قصص الانبياء، كاين بزاف المسائل. الله سبحانه وتعالى حرم علينا نتفرجوا او اسمه ما غاديش يقص علينا الله قصص الانبياء، قصه او قصص في القران، يعني بحال انت كتخيلي ملي كتقراي القران وكتسمعي واحد القصه الله سبحانه وتعالى كيحطها لنا في القران، كتخيلي انك مع داك النبي وكيفاش وقع وهذا والقوم ديالو وقوم لوط وهذا او قوم صالح وهذا، وكتمشي ناقة صالح وكتمشي مع ذوك القصص، راه نفس الشيء غير دابا ولا داكشي كيتمثل. ولكن لا يعني على اني انا كنبغي نتفرج في المسلسلات المسلسلات او الافلام، غادي نقول لك سير تفرجي في فيلم او مسلسل خادش للحياه، لا. ولكن راه غنقول لكم واحد الحاجه، المحرمات كامله اللي في القران هي 14 حاجه، 13 حاجه محرمه وكمال 14
رقم 14 هي حرام علينا نقولوا شي حاجه حرام الله ما حرمها، وحرام علينا نحللوا شي حاجه الله حرمها. يعني اللي حرم الله كامل هي 14 حاجه فقط، ما باقي في الحياه حلال، ولكن كاين اشياء اللي هي مكروهه وكاين اشياء اللي احنا بروسنا غنعرفوا ماشي صالحه. مثلا الله بزاف الاشياء باينه على انها حرام وباينه على انها يعني مكروهه وهذا، ولكن ماشي لدرجه حنا غادي نبقاو نحرموا اي حاجه انا ما عجبتني او حاجه المذهب ديالي انا ما ماشيش معاها نحرم على الناس كامله او نحلل راسي نحرم. راه اصعب شي حاجه هي تحطي راسك في مقام الله سبحانه وتعالى تحرمي وانت بدون سند. راه كاينين بزاف ديال العلماء حرموا بزاف ديال الاشياء، ارجعوا لابن باز، ارجعوا للعلماء المفتيين ديال الديار السعوديه في السبعينات وفي الستينات وفي الخمسينات، قولوا غير من الستينات للسبعينات، حرموا الجلوس على الكراسي، حرموا هدايا الورد، هدي الورد شي واحد، حرموا هذا البارابول دابا اللي كاين عندنا داك الصحن اللاقط ديال التلفازه ديال الاذاعات، حرموا بزاف الاشياء، حرموا تزوري شي واحد في المستشفى ديروا الورد ديروا الشوكولات، حرموا بزاف الاشياء وتراجعوا عليها، وهي اصلا ما فيها حتى شي حاجه. انا قلت دابا فيها حرموا المراه تسوق السياره، حرموا بزاف الاشياء وهي ماشي حرام، فهمتوا؟ يعني راه الحرام صعيب باش نحرموا شي حاجه محرمه. هذا كنشكر السيده اللي نصحتني هذه النصيحه بزاف بزاف. ولكن دابا مع التحدي رقم 2 هي التحدي رقم 2 لا رقم 3 اللي هو السي، رقم 1 اللي هو ا كان ديال 5 دراهم واقل، رقم 2 اللي هو او 2 اللي هو بي ديال 7 دراهم، ودابا غادي نمشيو للتحدي السي. البنات اللي بغاو يدخلوا معايا هذا التحدي او بغاو يدخلوا لهذا التحدي، انا باقي ما غادي نقول لكم اسم التحدي غادي ندير من هادو، هو ديال 10 دراهم في النهار او 10 اورو في النهار، 365 يوم في السنه كتعطينا 3650 درهم، يعني 273 الف ريال، عطينا 3650 درهم في السنة أو 3650 أورو في السنة أو دولار على حسب. بنات الجزائر مشوا للأورو وقسموه وطلعوا شوفوا واش عندكم. هذا تحدي ديال 10 ديال الدراهم في النهار. هنا 10 ديال الدراهم في النهار راه كاين السيدات اللي كتجيبها غير كوتي، كتخرج في عشيه كتقول لك بلاتي نشري وكتشري كثر ياك. حنا دابا وصلنا ل 2022 ياك، هاد 2022 حبيبتي الغاليه قاسحه، 21 كانت قاسحه و 22 قاسحه بزاف بزاف والجاي اقصح. كنتمناو من عند الله سبحانه وتعالى يكون الجاي افضل، ولكن كما كتشوفوا الزيت فين وصل. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد القطيطات هادو البنات اللي كيقولوا لي يا قطيطاتك هاد الرجيلات ديالهم راه يتمسحوا بالله، نشيت جوج قطات ثلاثه في النهار وراه عندهم سميتو ديالهم في السطح، وفاش كيبوجو كنمسح ليهم رجيلات ونهبطهم من السطح، وراه كيدوشوا مره في الاسبوع، مع انه قالوا لي البنات ما تبقاش تدوش فيهم بزاف راه كنقدرش، عندهم المشطه ديالهم يعني راه نقيين. ورغم ذلك هادو راه كنهزهم غادي نهزهم نصبنهم، راه صبنتهم داك النهار رجعتهم غادي نهزهم. اصلا دابا كاين انا غير انا وولدي وكناكلو في المطبخ، ما عليناش. نرجعو لهاد الايام هادي قاسحه علينا، الزيت غلا، الطحين غلا، كلشي غلا، وكتشوفو الهاشتاغات ماشيين لا لغلاء الاسعار في المغرب، لا لغلاء الاسعار في المغرب. حنا العالم كامل كيما قلت لكم غالي الاسعار فيه، ولكن المغرب اكثر واكثر. يا تشيكو اجي عفوا ديال العالم كامل غالي، ولكن في المغرب اغلى واغلى واغلى، اغلى والاسعار كاملين فين ما مشيتي تحطي يدك غالي. العالم كامل كيوقعوا فيه ازمات بحال هكا، وكيوقع فيه كينزلوا الله يستر كيوقع فيها حروب، كيوقع دابا الله لا يجيب حروب بلادنا ولا العالم كامل. انا من الناس اللي ما كنبغيش نقول غير المسلمين، انا كنبغي الخير للناس كامله، لانه كنقول سمعوني دابا راه غادي نمشي من الاقتصاد وغادي ندخل لكم شنو انا كنحس، انا كنحس وكنقول ما يمكنش الله سبحانه وتعالى يخلق هاد الناس على الكره الارضيه كامله ويخلينا شي يتحرض على شي، فهمتوا؟ لانه خلقهم الله، الله سبحانه وتعالى
كيحب الناس كاملين غير هو اللي مزيان كيحبو واللي ما مزيان راه غادي يعاقبو فهمتوا يعني. وكان وعاوتاني عقلي كيقول ليا عقلي خديجة راه ما يمكنش الله سبحانه وتعالى يدير فينا شي واحد مجرم يدير فينا شي واحد قتال مغتصب شفار عقل والدين لا هذاك الشيء حنا كنميلوا للشيء كنميلوا سواء نكونوا عاقل الوالدين او نكونوا مجرمين نكونوا قتالين نكونوا شفارين نقولوا هذاك الشيء كل واحد شنو سوقت له نفسه زينت له الشيطان ساعد الشيطان كي هذا ولكن حنا كتكون النفس ديال الانسان اما النفس ديال اماره بالسوء هذيك النفس هي اللي امرتنا باش نديروا السوء ماشي الله سبحانه وتعالى لانه كاين اللي كيطلق على شي حاجه شي جريمه كيديرها كيقول لك كتبها لي الله الله حاشا انا عقلي كيقول لي الله حاشا ما كيكتب لنا شي حاجه خايبه الله كيكتب لنا شي حاجه زوينه حطنا فوق هذه الكره الارضيه وقال لنا ها انتم ها الخير ها الشر اللي بغى يدير الخير يديروا اللي بغى يدير الشر راه يتعاقب عليه واللي دار الخير راه غادي نعطيه حسنات هذا عاوتاني عقلي كيقول لي على انه الانسان اللي كان مثلا ماشي مرونه في الدنيا كيروان كيشفر كيكذب كيظلم كيدير ويقول لك ايوا غادي نمشي نحج ويمشي للقسل يمشي للحج ويقول راه غفر لي الله وراه مسح لي الذنوب ديالي انا عقلي كيقول لي مستحيل كيقول لي لانه الله الا ظلمتي واحد السيد راه غادي يجيبك الله قدامه الا سميتو شنو غادي عقلي كيقول لي غير يغفر لنا الله هي امورنا بيننا حنا وبين الله امورنا حنا بيننا وبين الله واش قصرنا في امور بيننا وبين الله يعني ما دخلهاش الاخر اما امورنا مع الاخر ضروري غادي نتحاسبوا عليها لان الله الا سمح لنا شي حاجه درناها للناس يعني ساعدنا في الظلم نظلموا الناس ونمشيو ونقولوا صافي بحال مثلا نعطيكم مثال باش نفهمكم شنو انا كنقول شنو عقلي كيفهم ربما انا خاطئه ياك عقلي كيقول لي سمحوا لي بزاف ناضي يقول لي خاطر جا درتي لنا فيديو التحدي وكتهضري لنا هاد الهضره انا بغيت ندردش معكم عقلي كيقول لي مثلا نقول لكم بحال دابا مثلا واحد عندها جوج وليدات واحد مشى ضرب خوه وشفر الماكله ديال خوه قطع الديفطار ديال خوه شد السروال ديال خوه رماه ياك وخوه كيقول لها امي دار ليا وهي عرفت شافت الام داكشي كلشي اللي وقع لها كتقول لي غادي نعاقبو قال لي بلاتي حتى غادي نعاقبو غادي نعطي العقوبه ديالو هذاك الدري كيمشي مثلا يغسل الماء على الامو ويمسح ليها الطبله ويقول لها صافي تسامحيني امي تقول لي صافي سامحتك الاخر غادي يضرو خاطرو يقول علاش انا مشى ليا سروالي وتشرب ليا الديفطار ديالي وضربني ودار ليا ومسح ليها الطبله ودارتو يعني هذاك الاخر حتى هو غادي يبقى يدير نفس الشيء ويدير لهذا كنقول لان الله سبحانه وتعالى ما غاديش يسمح لنا كل الذنوب ديالنا بمجرد اننا نمشيو للحج او نديروا العمره او نعطوا الزكاه او نصوموا او ندخلوا للمسجد نصلوا شحال واحد كيزبط لها برا وفي المسجد كيقول لك انا كنصلي انا ياك حبيباتي الغاليات كنت كنسجل طفات يعني وقف لي التسجيل الكاميرا خدامه ولكن وقف التسجيل وما انتبهت ودابا غادي نكمل الصوت على صوره دبلجه. المهم حبيباتي الغاليات شحال من واحد هو استغفر الله العظيم الكريم حط الله غير بين ربعه د الجدران كيسحاب له او هو كيفكر بينه وبين نفسه او هكا يعني صافي تعود برمج على انه الله راه كاين غير في المسجد. الله راه اكبر من يتحط بين اربع جدران او يكون يعني بين اربع جدران في مسجد بيت الله ولكن وفاش تجتمع الناس تدير عباده ولكن ماشي هو المكان الوحيد للعباده او هو المكان الوحيد اللي يتواجد فيه الله سبحانه وتعالى. الله في كل مكان وحنا عارفين هادشي ولكن العقل ديال بزاف ديال الناس وكنخلو حتى الوليدات الجامع زعما ولكن برا عادي ما يكونوا محترمين يقولوا الهضره لا خاصنا نربوا هاد الجيل ونربوا انفسنا ونعلموا انفسنا على انه راه الله في كل مكان واكبر واوسع واعظم من يكون في المسجد فقط. الله سبحانه وتعالى هاد الناس اللي تبرمجت على هاد البرمجه اللي انا كنشوف وكلكم يعني كتلاحظوا هاد الشيء على انه فاش يبغي يمشي للمسجد صافي كيقاد حوايجو كتشوف يعني شويه يعني كيبدا كل ما هو قرب من المسجد الاحترام كيزيد وكيدخل المسجد وهذا وكي يكون الخشوع وكي تكون يتعبد ولكن يخرج من المسجد غير يخرج يتغير
380 درجة أو 360 درجة، يعني تغير، يعني شنو نقول لكم، كيخلي الانسان يقول واش هذا هو، واش هذا هو الاسلام، واش هذا هو لا. الله في كل مكان، تعامل مع الله على انه في كل مكان، وكيلقى وكيشوفك وكيرعاك وكي معاك في كل مكان. والذنوب ديالنا ما عمركم تقولوا انا هادشي كلشي قلت لكم، انا هذا رايي، وانتم فكروا معايا مزيان وردوا عليا في هذا الفيديو. هذا هو كان الفيديو خاص للجزء الثاني من 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 التحدي، ولكن هكا وليت قسمته، وليت شديت هزيت هذوك هذا وقسمته، ما عليناش. على انه كما قلت ماشي غادي نبقاو غير نديرو المشاكل، نديرو ونظلمو الناس، ونديرو ونقولو صافي الا مشيت للعمرة مشيت للحج او تصدقت، وهذا لا. الصدقة خاصنا نتصدقو، الزكاة خاصنا نديروها، هذا نطيع والدينا في اللي امر به الله، هي نحترمو الكبير، نحترمو الصغير، نحترمو الحيوان، نحترمو الجار، نحترمو كل شيء، والاحترام يكون متبادل، ماشي واحد الطرف هو اللي يكون ضغط. تحترم الزوج، الزوجة تحترم زوجها، الزوج يحترم زوجته، الاولاد، وهذا، وكل واحد يعرف شنو ما له هو ما عليه. وماشي نقولوا صافي الا مشينا رانا صافي غسلنا، كيقولوا غسل عظامه في مكه وفي في الحجه والعمره، وراه جا زعما راه جديد صافي خلاص. لا راه ما كاين، الا ظلمتي شي واحد راه تبقى ظالمو حتى يغفرها لك الله، او تطلب من هذاك الانسان يسامحك ويسامحك من كل قلبه، وماشي غير تطلبوا المسامحه او تكون ضاغط عليه ولا شي حاجه. مثلا بغيتي ترد له شي ارض ولا اسمح لي يعني ديالو، ترد الملك ديالو تقول له اسمح لي او شي حاجه، عطى الله يعني امور. انا غير جبت دابا ارض هذا، خاصنا نكونوا نقيين، النقاء والصفاء، ماشي شي حاجه اللي كاين عندها اماكن خاصه، النقاء والصفاء ماشي معنا. لهذا انا فاش كنقول نبغي الخير للكره الارضيه كامله، كنعنيها بشرها بحيواناتها بنباتها بكل شيء، كنبغي لها الخير. واللي مزيان راه الله غادي يكافيه، واللي خايب على هذه الكره الارضيه راه الله غادي يكافيه. ولكن باش نبقى ندعي غير للمسلمين، انا كنبغي ندعي للناس كامله، وربما لانه هاد الناس كامله خلقها الله، يعني راه ماشي حنا جابتنا واحد، خلقنا الله، والاخرين جابتهم سفينه ما نعرف من شي بلاصه، ما عندهمش اله. لا، راه الاله ديالنا واحد، مادام انا كنعترف بالله واحد، الله واحد. تصوري انا كأنا ما عرفت، انا عندي شي افكار يمكن غريبه، يمكن صعيب، يعني ربما بزاف غادي يقولوا لي انت خديجة كتخربقي هادشي، ولكن انا كنشوف على انه الهنا واحد، اله الكون كامل. اللي مزيان مزيان، المسيحي مسيحي، اليهودي يهودي، المسلم البوذي، هذا الهنا واحد. والا حبينا بعضياتنا نخلو الباقي لله سبحانه وتعالى، نخلو الله، ماشي حنا اللي حطنا الله على هذه الكره الارضيه نحاكموا الناس، او نجو نقولوا لهذا غيمشي للجنه وهذا غيمشي للنار. شكون حنا باش نعطوا نصيفطوا هذا للجنه او نعطوا؟ واخا يكون فينا شي واحد حافظ القران مليون مره وعارف يفسر القران مليون مره، ما عندوش الحق يقول هذا غادي للنار وهذا غادي للجنه، لان الله سبحانه وتعالى كيصيفط للنار، الله هو اللي كيصيفط للجنه، الله هو اللي كيسامح، الله هو اللي كيغفر، والله هو اللي كيعاقب، والله هو اللي ينتقم من الناس اللي كانت شريره وكانت كدير اخطاء على هذه الكره الارضيه. القانون كيرضى، القانون كيرد، ولكن الاحكام النهائيه هي عند الله. فيديو مخربق، والله الا بقيت كنخربق عليكم في هذا الفيديو، يمكن كنت محتاجه نهضر وصافي. وني بكم، راني نحبكم كاملين.